بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بطلاب الصف الخامس ومع مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس، الدرس الأول تاريخ الخرائط وتطورها. تاريخ الخرائط وتطورها، نفكر ونستنتج، يرتبط تاريخ الخرائط وتطور صناعتها بتاريخ الإنسان وتطوره عفين على سطح الأرض. فمتى كان ابتداء معرفة الخرائط وكيف تطورت؟ أولا تاريخ الخريطة. الخريطة هي عبارة عن صورة مجسمة لسطح الأرض أو جزء منه، توضح الظواهر الطبيعية مثل الأنهار والجبال والسهول والغابات، وتوضح أيضا الظواهر البشرية مثل توزيع السكان في المدن والقرى والطرق. أقدم خريطة في العالم كان اسمها خريطة بطليموس، وهي أقدم خرائط العالم، رسمت في عام 150 هجرية، ثم أعيد رسمها بالشكل الحالي عام 1295. يذكر تاريخ الخريطة، خلاص قلنا صورة مصغرة لسطح الأرض. طيب، يذكر المؤرخون أن الإنسان عرف الخرائط قبل معرفته الكتابة، وبعد معرفته الكتابة أخذ ينقشها على ألواح من الطين والخشب وعلى جلود الحيوانات ليسهل عليه نقلها وحفظها ثم استعمالها وقت الحاجة. كان البابليون في العراق والفراعنة في مصر من أوائل من رسم الخرائط. يبقى كان البابليون في العراق والفراعنة في مصر من أوائل من رسم الخرائط. أما العرب فقد عرفوا رسم الخرائط قديما. وتذكر كتب التاريخ أن الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا من كان من قادة الدولة الأموية، الحجاج بن يوسف الثقفي كان من أشهر القادة الدولة الأموية. يبقى الحجاج بن يوسف الثقفي أمر القائد قتيبة بن مسلم الباهلي، اللي هو فتح بلاد ما وراء النهر اللي هي بلاد الايه الباكستان والهند، أن يرسل له صورة للمنطقة التي طال حصارها في عام 87 هجرية. طيب، في عام 594 أنشأ العالم المسلم محمد الإدريسي القرشي أول خريطة عالمية. من هو العالم المسلم محمد الإدريسي القرشي؟ هذا كان من علماء المسلمين في علم الجغرافيا، كان من علماء المسلمين في علم الجغرافيا. أنشأ هذا الرجل أول خريطة عالمية صحيحة مبينة وفق الأصول العلمية والحقائق الدقيقة التي لا تختلف كثيرا عما هو معروف في الوقت الحاضر، وقدمها في كتابه الذي سماه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وقد استعملت خرائط ثلاثة قرون، استعملت هذه الخرائط لمدة ثلاث قرون يعني 300 سنة لدقتها. هذه خريطة الإدريسي اللي هي على اليسار، واللي على اليمين دي الخريطة الحديثة. يبقى خريطة الإدريسي لا تختلف كثيرا عن الخرائط الحديثة الموجودة بين أيدينا الآن. سؤال بيقول لي، في رأيك لماذا أصبحت الخرائط أكثر دقة من الخرائط القديمة؟ نقول بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة في رسم الخرائط. طيب، نظم المعلومات الجغرافية، نظم المعلومات الجغرافية واستعمال البرامج التقنية الحاسوبية لجمع المعلومات الجغرافية وتخزينها وعرضها من خلال تطبيقات رقمية عديدة على هيئة خريطة رقمية. يبقى خريطة رقمية بتكون موجودة على جهاز اللابتوب أو على جهاز الكمبيوتر. ما هو الفرق بين الخرائط الرقمية والخرائط الورقية؟ الفرق بين الخريطة الرقمية والخريطة الورقية. الخريطة الورقية زي الخريطة الموجودة عندنا في الكتاب أو المرسومة على ورق. أولا بنقول واحد، استعمال الخريطة الرقمية والحصول عليها أسهل من الخريطة الرقمية. استعمال الخريطة الرقمية والحصول عليها أسهل من الخريطة الورقية. اثنين، الخرائط الرقمية تحدث بسهولة. الخرائط الرقمية يعني جاري تحديثها بسهولة في أي وقت. الخرائط الرقمية يمكن التحكم فيها وإظهار تمثيلها الحقيقي للواقع. وأمامي هنا صورتان، على اليمين صورة خريطة ورقية وعلى اليسار صورة خريطة رقمية موجودة على جهاز اللابتوب. طيب، خريطة وطني.
خريطة وطني المملكة العربية السعودية تركز على المعلومات والبيانات الجغرافية داخل المملكة العربية السعودية فقط. يبقى خريطة وطني أو الخريطة الخاصة بالمملكة العربية السعودية بتركز على المعلومات والبيانات الجغرافية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية فقط. تتولى الهيئة العامة للمساحة إنتاج الخرائط. يبقى الهيئة العامة للمساحة في وطني هي التي تنتج الخرائط الرقمية الخاصة بالمملكة العربية السعودية. طيب، تتولى هيئة المساحة الجيولوجية. يعني ايه هيئة المساحة الجيولوجية؟ هيئة خاصة بدراسة طبقات الأرض في المملكة العربية السعودية. يبقى هيئة تتولى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إنتاج الخرائط الجيولوجية اللي هي طبقات الأرض الرقمية لوطني المملكة العربية السعودية. بكده يا شباب يكون درسنا الأول اليوم قد انتهى. وهو خاص بالخرائط. إن شاء الله الحصة القادمة ما يكون موضوعنا الحصة القادمة درس السكان إن شاء الله. ألقاكم على خير إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والسداد، وألقاكم في الحصة القادمة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.